فأعتقد أن عملية المغازلة سوف لن تكون بموضوع المناصب، وإنما سوف تكون بموضوع جدولة الانتخابات، باعتبار أن هناك شرطان أساسيان رفعا التيار الصدري، تم يعني مطالبة بنقطتان أساسيتان. النقطة الأولى موضوع الانتخابات وجدول الانتخابات، وأعتقد السيد السوداني سوف يذب يعني سوف يرمي بالثقل على فكرة الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات والتي من المزمع إجراءها في تشرين الأول. ولكن الموضوع الآخر أيضا، واحدة من المسائل الأخرى التي قد تساعد في تهدئة الشارع الصدري هو موضوع إجراءات مكافحة الفساد. إذا ما استمر السيد السوداني في هذه الإجراءات وكان هناك حزم في التعامل مع موضوع ملف مكافحة الفساد، أعتقد سوف يساهم في تأخير تظاهرات التيار الصدري. وأعتقد أن اليوم الأول الذي يظهر فيه التيار الصدري بالتظاهرات هو اليوم الأول الذي يقوم مجلس النواب بقراءة قانون الانتخابات، لا سيما وأن المهمة القادمة هو الصراع الكبير على موضوع التعديل، باعتبار أن تعديل قانون الانتخابات إذا ما ذهبنا إلى دائرة واحدة أو تقليل عدد الدوائر هو سوف يصب في مصلحة الإطار التنسيقي على حساب التيار الصدري. أما إذا ما بقينا على هذا القانون فأكيد هو بمصلحة التيار الصدري، والإطار سوف لن يقبل ببقاء هذا القانون. ولذلك أعتقد أن المعركة الحاسمة المستقبلية سوف تنتقل إلى صراع عملية تعديل قانون الانتخابات.